نوخل بعيد يا ولد نوخل بعيد. يا ابوي هي هي اقضب الخضار اقضبه. يما يما يا مرة يا مرة خذ الورعان داخل. الله يستر علينا. يا ويلي ويلي بسرعة امشي امشي. تعوذ من ابليس. حنا اتفقنا انكم ما توردون الماء انتم ولا حلالكم. اي والله يا شيخ اي والله وانا اشهد. بس الحلال ذبحها الظما خفنا عليه من الموت. كل مواطن في بلادنا وجزء من أجزاء الوطن الغالي وعن اهتمامي ورعايتي طلعين جميعا في غد واعد مشرق والدهر بإذن الله تعالى. فلا فرق بين مواطن وآخر ولا بين منطقة وأخرى. طب وإحنا كيف نكون اقتصاد أكبر مما احنا فيه اليوم؟ كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا؟ كيف نكون فخورين في وطننا؟ كيف وطننا يكون جزء مساهم في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي أو على المستوى الحضاري أو الفكري؟ هذا طموحنا وسام نقدم كثير في السعودية وللعالم. يا بن سعود الملك والله ثم العبد العزيز الإمام.